فأعتقد أن الحل يكمن في الحوار، فالدولة الجزائرية على تم الاستعداد للحوار، بل تذهب أبعد من ذلك، فهي على تم الاستعداد للترحيب بممثلي المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا. ثم إن الحوار البناء هو وحده الكفيل بإيجاد حلول الأوضاع التي عرضها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري يوم 11 مارس الحالي، فهي تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية ينوي عدم الترشح، بل يلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وأن المؤتمر الوطني الجامع والمستقل هو الذي سيحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات. فالدولة الجزائرية حريصة على استمرارية وديمومة المؤسسات الدستورية، ولا شك في أن كافة الجزائريات والجزائريين يرغبون بهذه أن تتم هذه النقلة النوعية من نظام إلى نظام جديد إلى نظام أفضل، بالتوافق بالإجماع وبالرغبة المؤكدة من كل الأطراف على أن يتم ذلك بدون صراعات وبدون اشتباكات ما بين القوى الحية في وطننا. بالطبع لن نتدخل، نحن نتابع كل التطورات ونتمنى أن تبقى التطورات بهذه السلمية والديمقراطية التي يمكننا أن نرافقها نحن بشكل بناء أيضا، وهناك عناصر جوهرية مهمة بالنسبة لنا.